أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة التزام مملكة البحرين بكافة الاتفاقيات والبرامج البيئية التي تم التوقيع عليها مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منوها سموه إلى حرص المملكة في تعزيز هذا التعاون من أجل حماية التنوع الحيوي في المنطقة والحفاظ على الثروات الطبيعية. جاء ذلك بمناسبة احتفال دول مجلس التعاون الخليجي بيوم الحياة الفطرية الذي يصادف 30 من ديسمبر من كل عام، حيث شدد سمو الشيخ عبد الله بن حمد على أهمية التعاون لمواجهة التحديات البيئية وتذليل العقبات الإقليمية التي تهدد الحياة الفطرية وتؤثر على ازدهار التنوع البيولوجي، مشيرا إلى أن البحرين حققت العديد من الإنجازات البيئية بفضل الاستراتيجية الحكيمة والرؤية الثاقبة لملك البلاد المعظم ودعم واهتمام ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال التشريعات القانونية البيئية والبرامج والخطط الوطنية الطموحة. وأكد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة التزام دول مجلس التعاون مع الأسرة الدولية بالمعاهدات والاتفاقيات المعنية بحماية التنوع البيولوجي ومواصلة الجهود لتنمية البيئات الطبيعية التي تحتضن الكائنات الحية وإقامة المحميات الطبيعية في البيئات البرية والساحلية والبحرية.